السلام عليكم. عندما سئل كاب كاب مير عن أهم المبادئ التي جمعها في كتابه ألف مبدأ للنجاح، كانت إجابته أن أهمها هو عادة الانضباط الذاتي Self Discipline، التي إذا لم تمتلكها فلن تستطيع أن تحقق أي مبدأ من المبادئ الباقية. وعرف كاب مير الانضباط الذاتي بأنه أن تحمل نفسك على أن تفعل ما يجب عليك أن تفعله عندما يجب عليك أن تفعله، سواء أعجبك ذلك أم لا، وأن تتحلى بالالتزام والاستمرارية والشجاعة في إكمال ما بدأته، والإصرار على ذلك رغم شعورك في بعض الأوقات بالتعب والضعف وأنك تريد الاستسلام. بدون انضباط ذاتي والتزام لن نبدأ أبدا، وبدون الاستمرارية في الانضباط والالتزام لن ننهي أبدا ما بدأناه، وستضيع كل الجهود السابقة هباء. استمروا بالعمل، واصلوا السعي، لا تستسلموا أبدا. الاستسلام للوضع الحالي واختيار الحل الأسهل والأكثر راحة لنا هو أكبر تهديد للتقدم في الحياة. اترك منطقة الراحة أو الكومفورت زون الخاصة بك، واستمر بالالتزام والمحاولة حتى تكمل ما بدأته من أجل تحسين حياتك أو عملك أو صحتك. ومع كل نجاح وكل هدف تحققه ستحب نفسك وتحترمها أكثر، وسيزداد تقديرك لذاتك وتتحسن حياتك وصورتك أمام نفسك قبل الآخرين، وحينها ستشعر بسعادة بالغة. الملتزمون، المنضبطون، المستمرون رغم أي صعوبات هم أكثر الناس نجاحاً في الدنيا، لأنه عندما يتعلق الأمر بالنجاح لا يمكن لأي قدر من الحظ أو الموهبة أو الذكاء أن يعوض انضباطك والتزامك واستمراريتك في فعل ما يتوجب عليك أن تفعله رغم أي ظروف أو أي تحديات. والله يحفظكم ويحفظكم.